تحرك الفريقين وتحديدا المنتخب الجامايكي اللي عنده شكل تكتيكي افضل بكتير. لكن مع اول فرصه الانطلاق اماميه من ضربه ركنيه خطيره، اوبا، والهدف الاول في اللقاء، الهدف الاول في اللقاء. يستطيع اللاعب رقم 21 شيلتون ان يضع البطاقه الاولى لاصحاب الثوب الاصفر في المباراه، والدقيقه 20 تشهد هدف اول لصالح المنتخب الافضل، المنتخب الاقرب، المنتخب المنظم، المنتخب الجامايكي. يا سلام، اللاعب ليتون شيلتون عنده 26 سنة، هذا اللاعب بيلعب في نادي فلاي براينجا النرويجي. ادي العادة قدامنا من ضربة ركنية اتعملت، اتحضرت مع داني ريتشارد، اتعملت عرضية في ال 18، يتابعها بوجه القدم على طول شيلتون ليضع البطاقة الأولى من تمريرة حريرية من اللاعب أوستون رودولف، وتسكن الكرة الشباك ويتقدم أصحاب الزي الأصفر الأفضل في المباراة.